السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، معكم أخوكم غاني. قبل ما ندخل لكم في الدرس اليوم، بغيت نقول لكم باللي تيت بلون طار لي خاوتنا. نظفت اليوم لي كاج كلها، كتشوفوا ها سردوها من الدوش، نيطوايت لي كاج كل، ها كتشوفوا خاوتنا نيطواياش كيفما. أو من هنا بعد شوف البوراس تاع العصفور مليح ولا مش مليح، حيت نيطواي تبان لك الخدمة. المهم نيطواييت خاوتنا ونسيت الباب هدايا، مشكلة تاع الباب هدايا، نسيت الباب هدا محلول وخرجت لتحت، جيت راح نجي مرقو تاع الدار باللي الفرخة والفوق فالتاقة من هنا، جاو راه يبلعو التاقة، خرج خاوتنا هاد ما مهربوش، هاد ما بقاو في الدار، هو راح، قدر الله ما شاء فعل. طليت عليه هنا، عاد لكم خاوتنا امبوسيبل تلقاه، وانا الجيران مشني مدسرهم، انا اعرفهم ما يعرفوني. شوفوا نهرب، شوفوا نهرب، امبوسيبل تلقاه. شوف ديار الناس منا، والله امبوسيبل تلقاه. واش هو الميتاسيون خاوتنا ما يعيش برا، صرتك في الوقت الحالي، خاطر ما انا نسكن لهنايا في واحد البلاصه ديجا بحداها، بعد بحدا وين نسكن كاين ابو عمار، والميتاسيون ما يعرفش لي بريداتير، مازال ماهوش سوفاج. الوغ قدر الله ما شاء فعل، كما يقول لك جو سوي ديغوتي، قلقت، بردت لي، ولفت عليه، مام الدار والفو عليه، غاده موسي. واش هو الله غالب، واش راح ديرو. قبل ما ندخلوا اخواني في الموضوع، نعت لكم فيديو على هادي، كاين بزاف سقساوني عليها، هادي مليحه، الحسون يسرح فيها بزاف. واش هو مش محتشم هادي، هاني خرجت للحريه جبتها، هاك تشوفوا خاوتنا، ها هذا وسي مليح، هذا عندنا في البلاد هذايا، هذا مش محتشم غير هادي خاوتنا، اي حاجه مليحه للحسون جيفه، ما تخافش يعقب لامي مرحله ما شاء الله. الو اخواني، باه ندخلوا في الموضوع، هذه عيطولها لي زوختي ولا الحرايق نقولولها حنا بالعربيه، هذه مكاش لي ما دكتوش، مكاش لي ما تصارعش معاه، هذه لي زوختي خاوتنا، هذه بلونت ديفوندي على روحها، نقولوا تعدي عليها، عندها كيما الشوك هكا، كيما الابر كيما نقولوا، تقيسها بعد تدخل فيك لما كيما يقولك دير دي دولاخ وجع. الو خاوتنا، اليوم بغيت نتكلم لكم على جال هذه لوختي، هذه فيها فوائد كبيره، حنا حاقرينها مسكينه، تلقاها بارتو، هذه في الدول العربيه، في الدول الاوروبيه تعيش بارتو، هذه قادر على شقاها كيما يقولوا، وتحت البلايص كي تنوض ما تنوضش وحدها، كاين يتنوعوا، كاين واحد الربعه بالك اصناف تاع لي زوختي هاديه. واش هو لابلي بار كي نوض ينوضو مع بعضاهم، وما تلقاش بحداهم الحشيش، خلاص يحتلوا المنطقه كيما نقولوا. الوغ فوائد تاعها خاوتنا، واش راح ندير انا، حكمت الحبوب هذه اللي تشوفوا فيها لهنا، نحيتها، هاي الحبوب تاعها هذه، واللي ما استعملتهمش راني نقصها من لهنا. ودرك نعت لكم طريقه كيف ماش خاوتنا، نحطوا شويه ماء لهنا. انا واش درت ديجا، جبتها البارح خاوتنا، تشوفوا في الماء كيما ولا، نخليها تشرب ليله عندي، نغسلها ونخليها تشرب الماء نورمال ليله، توب سيرفي كيما نقولوا الماء تاع الدار، ومن غد نبدا كيما يقول لك في تفصيص هذه الحبوب، هاك تشوفوا لهنا، واللي ما نحتاجهمش هم من هنا وسي من لورا، نحطها من لهنا، نشللهم، نخليهم واحد سامينيت هكاك يسخنوا شويه، ونطيش الماء تاعهم. واش لازم لك شويه كسكسي، زوز بيضات، ودرك نعاود لكم الطريقه خاوتنا. بعد ما فصصنا هادي، حطينا يغلى الماء، شللناه شويه صح 5 دقائق، وتشلل الماء تاع هادي، تخليه يسخن 5 دقائق و6 دقائق، تشدفها شويه تغلى نقولوا شوي، وطيش الماء وتبريباري دو زو، مازال ما كملتهمش هادي، درك نكملها شويه كسكسي، وعندك حبوب تاع الحريقه،
الوغ واش نديرو خاوتنا؟ هاي الحريقه نطفيو، نجيبو الماء تما باه ما تلقاوش فيها الخماج. هاي خاوتنا هاو تحصل على تيزانة هاتاي. واش نديرو؟ الما سخون كيما هك كيما هك خاوتنا، شوف معايا الطريقة، سخون كيما هكا يعني بيد واحدة خاوتنا، صعيبة شوية، تخليه يشرب الكسكسي. فوالا، ماش تخليوهش يتعمر خلاه خاوتنا، هو يعمر وخلاه، متعمروش خلاه خلاه، تسوحا بيه بلي كاين ديما 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 إلا أوبسيرفي. ها تجيب سيلوفان تغطيها من الجوانب كل ما تخليهاش تتنفس كيما نقولو، وتحطها في التلاجة. راك معانا خاوتنا وتشوفو. بو خاوتنا خرجنا الكسكسي من الفريجيدار بعد ما ابسوربا الماء تاع لي زورتي، بعد ما ابسوربا الماء درك تسمى الماء وتخلي الداخل في الكسكسي الماء تاعي كيما نقولوا تاع الحريقه. كيما قلت لكم واش من فيتامين فيه؟ فيه بي 2 وفيه البي 5 فيه البي 9 وفيه الفيتامين سي وفيه لو كا فيه لو فيتامين كا وفيه لي مينيرو بزاف خاوتنا، فيه المغنيسيوم وفيه الكالسيوم، فيه المهم مليح، هذا مليح خاوتنا ديجا للعباد قبل ما يعود العصافير. هذا مليح للشعر، تساقط للشعر. واش راح نقول لكم؟ فيه فوائد كبيره. درك باه نكملوا الموضوع تاعنا خاوتنا، جيبوا الكسكسي هاك تشوفوا فيه ما يتلصق ما والو خاوتنا، طيش لهنا، دير على قد اللي باغي دير نتايا. ها تفتحوا، ها بعد ما تفتحوا هاك تشوفوا فيه خوتنا ما يجيش لازم يتلصق. ها طيش فيه البيض، البيض قلت لكم ما نديروش وقت لامي. درك الفراخ بريسك راه مكملوا بريسك ماشي كل يعني. واش هو هذه مفيده للطير؟ على هذه نمدوها له، ومن بعد نجيبو هذا تاع لي زورتي العنقود هذاك، كي نفتحوه هاي خاوتنا تجي شوف يضربها العصفور ما شاء الله، ماكله ايكيليبري كيما نقولو وناتشيرال. وبليس فيها الكسكسي شرب، قلنا ما الكسكسي بعد ما شرب الماء تاع الحريقه، والحريقه راكم فيها على بالكم فيه الفيتامينات اللي فيه، فيه فيتامينات لا تعد ولا تحصى خاوتنا. ها كيف ماشي الطريقه، ها كيما شاء. وبشفع عليكم خاوتنا، درت كاس ليا وسي، دير فيها كعبه سكر ولا بالعسل شويه عسل، يجي تقول تيزانه خاوتنا. الله ما شاء الله تقول تيزانه. ها مد الفراخ تاعك وبشفع عليهم. ها الطريقة وما شاء الله خاوتنا. فوالا خاوتنا، واش راح نقول لكم؟ العصفور راح تيت بلون، قدر الله وما شاء فعل، كان مزهينا الحالة لهنا الله غالب. في فيديو خلاف خلاف ان شاء الله خاوتنا، او نعشو لكم برا او برا. كيما قلت لكم مش محتم غير هادي، عندك هادي هاهي، عندك كامل لهنا، عندك هذه معروفة في البلاد هاي هاي. المهم الحوايج جد مليح للعصافير خاوتنا، وش راح نقولكم في فيديو خلاف ان شاء الله. بصحة الفراخ او بوكي ديما تنور، لا ولا عاتلكم وعاد يجي عاد شوية شوية يجي الصباح، ديجا طلعتو صرتو كي نوض الصباح جيعان، بالك يخاف من ليغو نحيو من ليغو.
درك يجينا نعرفو حافظ تحفظوا المقنين هاني نحكمها له او يلعبها لي يحشم سمع عليها كلاه ديجا كما يقولوا هيك بيان درك والله ما على باله شنو هو مليح الصباح. فوالا خوتنا فيديو خلاف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.